السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اوبن اي اي نزل بشات جي بي تي وعملت نقلة رهيبة جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي، وبعد كده عملت دل اي دلوقتي عاملة حاجة حلوة قوي اسمها ثورة. ده عبارة عن اي اي موديل تقدر تديله تكست يروح عامل لك فيديو، مش يعمل لك صورة، لا يعمل لك فيديو زي الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي. تمام، هنا مثلا الراجل اداله برومت معين، فتاة مثلا ماشية في شوارع طوكيو وفي أنوار نيون وفي حركة للمدينة وناس بتتحرك، ده الفيديو اللي اتعمل زي ما انت شايف، فيديو كامل رائع. فانت ممكن تعمل فيلم كامل حقيقي باستخدام بس تكست برومت، كأنك بتكتب سيناريو. ده فيديو اهوت، تمام، وده البرومت، مدينة كاليفورنيا زمان. فيديو تاني، تمثال معين صغير كده بيبدأ إن هو يلعب في قلب الصخور. شايف الدقة في العين. كرتون كانجرو بيرقص، تخيل بقى الكاميرا بتتحرك ازاي. مجرد تديله بروبت هو يبدأ يعمل لك الفيديوهات الخطيرة ديت. يعني بجد ممكن الواحد يفتكر ان هي صورة فيديو حقيقي. وممكن تدخل بقى في موضوع السيفتي او موضوع الريسيرش اللي موجود، بحيث انك تقرأ التفاصيل عن الموضوع دوت.